السلام دراري، صباحك وشي مزيان. مرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده اللي غادي نشوفوا فيها واحد البلاصه غنيه يعني التعريف، كنظن كلكم كتعرفوها. دونك تبعوا لا فيديو حتى الاخر، غادي نديروا واحد الريفيو عليها كامل ونشرحوا بزاف ديال الحوايج. وكيف العاده قبل ما ندوزوا للبيسي ما ننساش دير معاك واحد لايك وسبسكرايب وتفعل لك روز نوتيفيكاسيون باش يوصلك اي جديد ديالنا وتو سكي كونسير لي بروجي ديال الكريبتو. هادشي اللي كاين الدراري، ندوزوا للبيسي دابا باش نشرحوا البلاتفورم. ويلكم جايز، البلاتفورم اللي عندنا اليوم تي في في بي اي ام اللي ديجا دوينا عليها في الفيديو السابق، اللي واحد البلاتفورم اللي يمكن لك تعطيك واحد المردودية اللي زوينة ويمكن لك تانفيستي فيها وفلوسك تكون سيف. احسن البلاتفورم اللي شفت، غادي نشوفوا كاع الميزات ديالها نشرحوها عاود تاني اي حاجة جديدة تزادت فيها. سو الدراري كيما كتشوفوا هنايا سمارت انفيستورز ار هير، هنا كاين الدراري لي مايل، كاين لوجين باسورد، كاين انفيفيكيشن كود اللي غيوصلكم في لي مايل باش تقدروا انكم تكونفيرميو، و انفيتيشن كود الدراري اللي غتكتبوه هنايا اللي لقاوه في الديسكريبشن او اللي يطلع لكم هنايا في الشاشه. هاد الانفيتيشن كود الدراري بحال انا عطيتو لكم باش كيعطيكم واحد البونيس ملي كتدخلوا، فحاولوا انكم تستعملوه ضروري ملي تجيو تلوغينيو. انا نطلع لكم الشاشه تلقاو في الديسكريبشن، وكذلك حتى اللين ديال الريجستريشن تلقاو في الديسكريبشن. المهم الدراري كتقيدوا هنايا، كتكتبوا لي ماي ديالكم، لوغين باسورد، داكشي كامل، كتريجستراو، من بعد كتجيو لوغين هنايا وكتكتبوا لي ماي اللي دخلتو، الباسورد ديالكم اللي كتبتو، وكديروا اغري وكتدخلوا لوغين ايزلي، يعني ما كتلقاو حتى شي مشكل. اللغه كاينه لونغلي، كاينه اسبانيول، بورتوغيز، بوليش، جيرمان، فرنش اند تركيش او رومانيا، يعني كاع اللغات تلقاهم. فلما قتيش اللغه ديالك يعني البلد ديالك مثلا بحال العربيه ما كاينش هنايا، ف استعملوا لونغلي فمزيانه ولا الفرنسي على حسب نتوما فاش كترتاح. اوكي الدراري، هذه هي البلاتفورم. هنا في الهوم بيج كاين ماي فوكس، كاين فاند اوردر، ريبورت، فري تريد. كي كتشوفوا هنا غادي تلقاو واحد الفيديو على البلاتفورم تي اف في بي امز انتدكشن تو ريجولار انفست، هنا واحد ديسكرايب على البلاتفورم نقدر نشوفوا منه شي شويه. And compound interest funds. TFVPM regular investment series funds adopt a سو هادشي كامل نشرحو لكم انا الدراري، وتقدروا تفرجوا في فيديو وتفهموا مزيان، راه فيديو خفيف في 2 دقائق و 11 ثانيه فتقدروا تفهموا منه. استراتيجي هنا، كاين استراتيجيز الدراري ديال التريدين نرجعوا ليهم من بعد. الفاند اوردر، نشوفوا الفاند اوردر هنا الدراري، كتشوفوا الانكم ديتولز، ترانزاكشن ريكورد، تلقاو لي ترانزاكشن ديالكم هنا ديال الريكورد. انا بحال انايا كنت ديك المره في الفيديو اللي داز انفستيت ب 20 دولار ورجعت ليا ب 20.2، فتخيلوا معايا هادشي في نهار واحد عطاتني 0.2 دولار، يعني تخيلوا نتوما دخلتوا واحد المونطو كبير. هنا الدراري انكم ديتا، يعني كتبكم الديتاي ديال لي ترانزاكشن ديالكم. غادي نرجعوا لهنا الدراري، غادي تلقاو كيفاش ديبوزيو. اول حاجه ديبوز الدراري كتجي لهنا، كاين اي ار سي 20 وكاين تي ار سي 20. مثلا تي ار سي 20 نكتب الاماونت اللي خصني نشارجي، مثلا الاماونت اللي خصني نشارجي هو 60 لايك، غنجيو هنا نديرو الروشارج، كيعطيكم الادريس اللي غادي تستعملو باش تقدرو تشارجيو الامون ديالكم 60، وهنا كيعطيكم الضات، يعني هاد البايمنت صالحة غير في هاد الضات هادي. اون فوا تسالي هاد الضات مبقاتش يمكن لكم تستعملو الديبوز عن طريق هاد الادريس هادي، ولا هاد الاوردر نمبر، ولا هاد الكيو ار كود. اوكي صافي الدراري، هنايا بالنسبه للديبوز راه ساهل شرحو لكم، كاين اير 7 كتكتبوا الامونت ديالكم، روشارج كيعطي لكم الكيو ار كود اولا نمبر اي دي. الويدراو، ويدراو من بعد نرجعوا ليه. ترانسفير، هنا دري ترانسفير، بغيتي ترانسفيري الفلوس ديالك كتكتب الامونت، الاي دي اللي غتصيفط ليه، ترانسفير امونت شحال هو، والباسورد، وكتفيريفي بالكود اللي غيوصلك في الايميل، فهمتي، باش ما يوقع حتى شي مشكل كدير سابميت وهكا كترانسفيري. اوكي هنا الدراري اكستشانج، بلاندين اكستشانج، الدراري بغيتو اكستشانجيو شي بلان، تشريو شي لعيبه مثلا بحال هكا، تشريو اليو اس دي تي يمكن لكم تشريوه من هنا، حتى هو داير لكم حتى تشريو عن طريق هاد اللعيبه هادي، كديرو باي وكتشريو منهم اليو اس دي تي عن طريق العمله اللي عندهم هما تمايا. اوكي فالدراري غادي نرجعو هنايا، غتلقاو التليجرام ديالهم، اونلاين سيرفيس، سيرفايس، ترانزاكشن ريكورد، داونلود لينك، لو بغيتي داونلود دونلوديو عندكم في التليفون اولا في البيسي ديالكم، فراه داير لكم ابليكيشن ديالهم. ها هي الدراري، شتي الدراري، اندرويد، ابل، وكذلك حتى جوجل داونلود، يعني فين بغيتو دونلوديوها غادي تلقاو، داير لكم كاع الخصائص. فالدراري تلقاو هنايا عاوتاني السيرفيس 24 ساعة على 24، 7 ايام على 7 ايام، غتلقاوهم اونلاين، تكونتاكتيو مع المشاكل ديالكم اللي كان عندكم شي مشكل، فيقدروا يحلوا لكم هما، يعني داير لكم الستاف ديال بصح.
اوكي هنا في الا كان عندك شي مشكل هنا يمكن تدوي معاهم. تبان الدراري عندنا في ديسكفري هنا الدراري بالنسبه للانفيستيسمون هنا كي كديروا انفيستيو او حاجه كتجيو لهنايا قبل ما تجيو لهنايا فغنجيو للماركت ونشوفوا يمكن لكم تشوفوا كاع داكشي يعني العملات اولا داكشي اللي كينفيستيو فيه الناس مثلا بحال هكا الذهب النفط الى ذلك يعني تلقاو منايا كيعطيوكم برايس ديالهم مثلا وكيعطيوكم حتى يعني بشحال طلعوا بشحال هبطوا مثلا هذه هبطت ناقص 0.23 هذه طلعت 0.56 وكيعطيوكم بزاف بلانس هنا الكاتيجوريز ديالهم مثلا كومونديتي كاملين طلعوا الدراري ولا عجبتك شي عمله مثلا انت كتبعها يمكن لك دير لهاد اللعيبه هكا كتردها في الفافوريز ديالك يعني تبقى ايزولي تقدر تلقاها. هذا بالنسبه للماركت. هنا الكوميونيتي الدراري فين يمكن لكم تشوفوا الكوميونيتي شنو كيحطوا شنو واقع فيها انفورميشن ستادي الدراري قبل ما تانفيستيو حاولوا تاخذوا شي واحد ستادي فهمتي يعني باش تقدر انك تانفيستي مزيان تقراوا هذا الشيء. فنصحكم بالستادي قبل الانفيستيسمون انفورميشن حتى هما تشوفوهم ميديا تشوفوا شنو فيها ونرجعوا للديسكفري. ديسكفري الدراري كتجيو لهنا كتدخلوا مثلا هنا بغيتي تحل استراتيجي بيتو كتجي لهنا الدراري كتشوف انا عطيكم الشارت ديالهم بروجكت سايكل 1 داي افريج ديلي بروفيت كيعطيك ديلي بروفيت 1.3 بريسنس توتال ايرنين 1.30 وكتعطيكم كاع فهمتي لي انفورميشن على هاد استراتيجي هادي بيتو كديروا باي بحال هكا كديروا الاموند اللي بغيتو تانفيستيو به بحال مثلا ديك المره انفيستيت ب 20 كتبوا هنايا الاموند اللي بغيتو تانفيستيو به طي دغيا وصافي كتانفيستي مثلا هنايا الدراري كتجيو لهنايا كتكتبوا الاموند اللي بغيتو تانفيستيو فيه مثلا انفيستيت ديك المره ب 20 نقدروا نديروا 50 كديروا دايز فهمتي كدير لك نهار يعني هاد الاستراتيجيه هادي كدير لك نهار يعني ماشي بزاف وكديروا كونفيرم بحال هكا وهكا كتقدروا تانفيستيو. اوكي انا ما عنديش البالانس يعني مابقاش عندي الشارج في البلاتفورم اما راني دخلت في استراتيجي. هنا الكاليكاتور الدراري فين تقدروا انكم تحسبوا البلان ديالكم فين تكالكوليوهم وكاين بزاف استراتيجيز مثلا شوفوا هاد الاستراتيجي الثانيه هادي الدراري نديروا الواين شو كدير 3 ايام ولكن افريج بروفيت توتال ايرنين كتعطيك 4% تقريبا 3.99 وكدير 3 ايام. نشوفوا استراتيجي نمبر 3 نشوفوا هذه الدراري هذه كطيك تقريبا 7% ولكن كدي 5 ايام اوكي 6.90 كي كتشوفوا كدي 5 ايام الدراري بروجي سايكل 5 ايام افريج ديلي بروفيت ديلي بروفيت كتعطي 1.130% توتال ايرنينغ 6.90 اللي موراها كاين عندنا شحال استراتيجيه كاينين 5 اوكي نمشيو للرابعه الرابعه الدراري كطيك 10.22% كدي 7 ايام يعني اسبوع. اخر استراتيجي كاين عندنا هنايا اللي تدي 15 يوم يعني نص الشهر ولكن توتال ايرنين كطيك 23.85 كي تشوفوا هنايا وكلكم دخلوا على حساب الاموند. الاموند الدراري تقدروا تدخلوا بشي مثلا 100 يعطيكم مزيانه تكون يكون ضربوا 100 في 23.85 وتشوفوا البروفيت ديالكم تمايا. وهنا عاوتاني استراتيجي واحد اخرين في الكومباوند انتريست فوند هنا الدراري تلقاو هادو اللي زايدين بصح 30 يوم كطيك 42% استراتيجي الثانيه 70% كطيك على مده ديال 45 يوم واخر استراتيجي كتاخذ 120 يوم ولكن بروفيت ديالها كيكون 336 والديلي بروفيت كيكون 2.8% وممكن لكم انكم تدخلوا عليها. فالاستراتيجيه هذه مزيانه ولكن فور لونغ تيرم وخصها فلوس ديال بصح الدراري باش تدخلوا عليها. فلو كنتي جديد من احسن تبدا بشي حاجه اللي خفيفه وصافي بحال هادو خفافين فهادو ملي كنت كندخل بهم هنايا يمكن لك تدخل ابتداء من 10 يو اس دي تي اما هادو اللي كبارين مثلا بحال هادي فيمكن لك تدخل ابتداء من 1000 يو اس دي تي وانت طالع اوكي فممكن لكم تبداو بهادو. هادي شحال كيطلبوا كيطلبوا تبدا ب 500 يو اس دي تي هادي مثلا كيطلبوا لكم 20 يو اس دي تي وانتم فهمتي الانفيستيسمون ديالكم يعني شحال عندكم شحال باغيين تانفيستيو بها. كنظن انا شفنا بزاف الدراري فري تريد هنا يمكن لكم الدراري ديروا الفري تريد ديالكم ريبورت هنا الدراري اللي كنشي ريبورت تقدروا تلقاوه هنايا ديال الموند ديال الويك وديال الداي وشنو واحد اخر باقي لنا الدراري هنا لي ترانزاكشن تلقاو هنا شفناهم قبيله وهنا الدراري انفستيشن ليترز هنا تقدروا تلقاو ريفيل اللينك ديالكم تبارطاجيو مع صحابكم وتاخذوا واحد الكوميشن. هنا البروكرز هنا الدراري البروكرز كيكونوا هنايا التيم يعني تشوفوا الكوميشن ديالكم هنايا وشنو واحد اخر عندنا الثاني الدراري
كاين تا الويدراو اللي باقي لنا اخر حاجه هي الويدراو. الويدراو الدراري ساهل بزاف، كتكتبوا هنايا الواليد ديالكم تي ار 7، كتدخلوها في الاول، في الاول كتدخلوا الواليد ديالكم ديال تي ار 7 من هنا ملي كتكونوا يلا داخلين الامونت الدراري صدري ويدراو ساهل. كتجيو لنا كديروا هذاك يعني الواليد ديالكم، انا ديجا مدخلت تي ار 7، الا كنتو عندكم شي واليد وحده اخرى كتجيو لهنايا وكتدخلوها. فانا نسيليكسيون تي ار 7 ديالي، هي ديال الواليد ديالي، الامونت كنكتبو هنايا وكيدير لكم الفي، كيدير لكم 0.2 وكتكتبوا الويدراو باسورد راه كيتقاد في اللوغين، وكديروا الاكشوال امونت وكديروا سابميت. وهكا الدراري كتقدروا انكم تويدراوي فلوسكم بسهوله. فانا ديجا ويدراويت راه ما قد حتى شي مشكل وصافي. هادشي الدراري اللي كان في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا فهمتوا كلشي. غتلقاو اللين ديال الجروب في الديسكريبشن، ما نساوش لوغينو، غتلقاو اللين ديال الجروب في الديسكريبشن، سيروا تما اي سؤال عندكم كتبوه وتعاونوا بيناتكم ككوميونيتي باش اي جديد تقدروا تشوفوا. فنقدر ندخلوا للجروب دابا نوري لكم هو الجروب الدراري، نخليكم ليا نديرو في الديسكريبشن، صيفطوا ليا اي حاجه هنايا وغنقدر نعاونكم ونجاوبكم على داكشي ديالكم. وتنتوما تقدروا تعاونوا بعضياتكم في الجروب هذا، غنعاونكم فيه ديال بصح. ف هادشي ما كان الدراري في الفيديو، نتمنى تكون فهمتوا كلشي وتا حاجه ما هربت عليكم، فهمتوا شي حاجه كيقول لكم دخلوا الجروب. وهادي ماشي نصيحه السمانيه، فانا بارطاجيت معاكم التجربه ديالي. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو.